والله الحمد لله يعني على قد النهاردة <applause> أقل حاجة خدنا ثلاثة طبعا بنلعب النادي الأهلي أحسن نادي في أفريقيا بنتمنى في التوفيق في المرحلة الجاية إن شاء الله ياخدوا بطل أفريقيا إن شاء الله وربنا يكرمهم إن شاء الله بإذن الله بس ماتش كان كويس يعني استفدنا منه يعني إيه. لا مستر بعد ما سلمت عليه وكده فقال لي إن شاء الله آخر الموسم هترجع وكده بس نفسي يعني طبعا أتمنى أرجع النادي الأهلي طبعا ده شرف كبير وإن شاء الله ربنا يكرم في الأيام اللي جاية إن شاء الله.